الله أكبر الله أكبر الله. فضيلة الشيخ، إذا اغتسل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ فهل يجزئه عن الوضوء؟ إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فلا بأس، الغسل يكفي عن الوضوء بقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه، لأن غسله ليس عن حدث. والقاعدة إذن: إذا كان الغسل عن حدث أي عن جنابة أو امرأة عن حيض أجزى عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئ. نعم.